قصص عربية. أمير الياقوت. في يوم في بلاد الفرس صار شحاذ على ضفاف نهر، وإذا بالنهر ينكمش فجأة تاركا خلفه الطين، فأخذ يبحث فيه عن أسماك قد يكون النهر خلفها. إن كنت محظوظا قد أجد اليوم على الأقل سمكتين أو قد أجد ثلاث. ولكنه وجد شيئاً أكثر قيمة. ياه، إنه كبير ولامع. ترى كم وجبة سأشتريها بهذا الحجر. أسرع الشحاذ إلى صديقه الذي يعمل في مطبخ الشاه الملكي. أين وجدتها؟ على الشاطئ يا صديقي، ساعدتني كثيرا ولن تتمكن من إعطائي طعام مجاني ثانية، فكم وجبة سأشتريها بهذا الحجر؟ حجر؟ إنها ياقوتة يا غبي، وقد تبدل حياتك. خذها إلى الشاه فورا. اسمع، طالبه بوعاءين من الذهب في مقابل الياقوتة. وعاء أي ذهب؟ أجل، وليس أقل. أتفهم؟ أخذ الشحاذ بنصيحة صديقه وذهب إلى الشاه. اندهش الشاه الذي لم يرى بحجم تلك الياقوتة من قبل. سأعطيك 3 أواية من الذهب مقابل الياقوتة، أتكفيك؟ 3 أوعية من الذهب؟ ياه، هذا أفضل يوم في حياتي. أخذ الشحاذ أوعية الذهب وانصرف. إنها ثمينة، سأقدمها لابنتي في عيدها 18 لأنها ستجلب لها الحظ السعيد. وضع الياقوتة في صندوق كبير وأوصده بقفل ضخم، وجاء عيد ميلاد ابنته 18، واتجه الشاه ليحضر الياقوتة. وما أن فتح الصندوق، من أنت؟ سيدي، أنا حراس لص. لقد سرقت ياقوتاتي، سلمها للآن فورا. سيدي، أي لص يسرق ياقوتة ويحبس نفسه في الصندوق؟ اختفت الياقوتة، هذا حقيقي، ولن أعيدها إليك. أنا هنا مكانها، أنا أمير الياقوت، وأطالبك بألا تسألني كيف حدث هذا. أمير الياقوت؟ بل أنت لص، أتظنه سهل؟ أفقد ياقوتة ثمينة وأجدك بصندوقي ولا يسمح لي بأن أسأل. هذا صحيح، وأنا أتفهم موقفك، لكن عذراً لن يمكنني إخبارك من أين جئت. إذا أصريت فلن تترك لي خياراً آخر، وبما أنني وجدتك في صندوقي ستنفذ أوامري وستصبح خادمي. أمرك. أراد الشاه أن يعدم أمير الياقوت، ولكنه لم يقدر، فقد كان يمتلك عينين ثابتتين وصوتاً هادئاً، فصعب الأمر عليه، ولكنه ظل ثائراً لفقدان ياقوتته. كلف الشاه الأمير بأعمال غريبة كالزراعة وتنظيف القصر، ولكنه لم يشكو أبداً، بل على العكس استغل كل مهمة له ليقترب من الأميرة، فقد كان واقعاً في حبها. هذا اللص، كيف جرؤ على سرقتي؟ ماذا سأفعل بشأنه؟ لحظة، عندي فكرة. استدعاه في اليوم التالي. اسمع، يوجد تنين في مياه الفرس، وهو يغرق سفننا منذ شهور، وتأثرت تجارتنا بشدة. خذ السيف واهزم التنين، وهذا أمر.
أمرك يا مولاي؟ أحتاج مزماراً، سأعزف عليه لأخرج التنين إلى الغابة. حسناً، لكن لعلمك إن التنين خطر على الأرض مثلما في الماء. لكنها الطريقة الوحيدة لأنفذ أوامرك، فلن أدخل إلى الماء. وافق الشاه. لن أدخل إلى الماء؟ أي أمير هذا؟ لقد أرسلت أعظم المحاربين لقتل التنين، لم يعد أحد، وسيقابل نفس مصيرهم. أخذ الأمير قاربه ووصل إلى الغابة، ووقف في منتصف أرض واسعة، واستعد لاستدعاء التنين من الماء. اهتزت الأرض كلما اقترب التنين. ازداد الهواء دفئاً، فأدرك الأمير أن التنين يقترب. هبط التنين بكل قوته، ولكن الأمير لم يتحرك، وبحركة واحدة من يده. لن أقتلك، ولكن عدني ألا تغرق أي سفينة أو تضايق أحداً ثانية. عاد أمير الياقوت إلى القصر، وصدم الجميع بعودته. مولاي، نفذت أمرك، ولن يعود التنين أبداً. أنت أمير شجاع جداً، لقد انبهرت يا بني. أصدقك الآن، أنا لا أعلم من تكون أو من أين جئت، لكن سأحترم رغبتك في ألا أسألك ثانية. قل لي ماذا تريد، وطلبك سيحقق فوراً. مولاي، لقد وقعت في حب ابنتك، وبعد إذنك سأطلب منها أن تتزوج بي. لقد انبهرت بالفعل بشجاعتك، إذا أرادت الزواج بك فكيف لي أن أرفض؟ كانت الأميرة منبهرة به أيضاً، فوافقت على الزواج فوراً. كانت الأميرة رقيقة وأحبت زوجها بشدة، وعاش معاً في سعادة يتوليان أمر المملكة. ولكن ظل سؤال واحد يشغلها. عزيزي، أنا لا أعلم عنك شيئاً، من أين جئت؟ أرجوك أخبرني. أرجوك لا تسأليني، لن أخبرك، فإذا فعلت ستفقدينني للأبد. أحزن هذا الأمر الأميرة التي كانت تحب زوجها وتريد أن تعرف كل شيء عنه، مما دفعها لسؤاله ثانية أثناء جلوسهما عند المحيط. ولكنه حزن وطلب منها ألا تجبره على الإجابة. لماذا؟ لما لا أعرف؟ أرجوك، أرجوك أخبرني. تعلمين حبي لك، لن أتركك تعانين. إذا أردت سأخبرك من أكون، فأنا النجدة. يا حراس، أعيدوا لي زوجي. بحث الحراس في المحيط بأكمله، ولكن لم يعثروا على الأمير. لامت الأميرة نفسها، وحاول الجميع إخبارها أنه ليس خطأها، لكن بلا فائدة. لا، إن سؤالي الغبي هو الذي أبعده. لم تحتمل الأميرة الحزن، وأصابها المرض. فشل الأطباء في إيجاد علاج لها. قلق الشاه على ابنته، حتى جاء يوم وأخبرتها الخادمة بخبر غريب. مولاتي، يا للعجب، لقد أضاء المحيط كله ليلة أمس، ورقص الجن، كان جميلاً. ما هذه السخافة؟ لا يوجد جن، اذهبي. لقد رأيته، كان لديه ياقوتة براقة على رأسه. ياه، ياقوتة؟ إنه أمر لا يصدق، لكن ليس مهماً الآن، خذيني هناك. تلك الليلة
اختبأت الأميرة والخادمة خلف الأشجار قرب المحيط وانتظرتا حتى حل الظلام، وفجأة رأت أضواء تطير من المحيط، وتحولت الأضواء إلى جن ورجال صغار. وبعد قليل ظهر ملك المحيط ورجاله، كان يرتدي رداء ذهبيا ويحمل صولجانا، وبدأ العرض. رقص الجن وعرض الرجال حيلهم، ولكن الأميرة لم تهتم بهذا، واستقرت عيناها على الرجل الواقف بجوار الملك، فهي لم تنس تلك العينين أبدا، إن حب عمرها يقف مثل التمثال. أميري! ثم قامت الأميرة بفعل شجاع، غطت وجهها ببرقع وخرجت من مخبئها، رقصت بين الجن وتمايلت برشاقة وجعلت الجميع مشدوها. مدهش! إن رقصتك رائعة، أطلبي ما تريدين وسأحقق لك طلبك. مولاي، أنا الأميرة ابنة الشاه وزوجة أمير الياقوت الذي يقف بجوار عرشك، أرجوك أعد إلي زوجي ثانية، هذا مطلبي الوحيد. غضب الملك من هذا المطلب وعاد إلى الماء واصطحب الأميرة معه. أميرتي انظري هناك! أسرعت الأميرة إلى الشاطئ ووجدت الأمير، وقبل أن تفهم الأمر تحدث المحيط. يمكنك استعادته، ولكن لا تنسي كيف فقدتينا. اتعظي. ها؟ ها؟ زوجتي! احتفلت المملكة كلها بعودة أمير الياقوت، واتعظت الأميرة منذ ذلك اليوم، ولم تسأل زوجها أبداً عن حياة المحيط، وكانت سعيدة بعودته، وازداد حبها لأمير الياقوت، وعاش معاً في سعادة أبدية.